اهلا وسهلا بكم مشاهدي قناه شوف تي في، ومرحبا بكم معنا في مباشر جديد من مدينه الدار البيضاء. احنا اليوم كنتواجدوا في دوار خمليش، ياك لالا؟ ساكنه دوار خمليش المحسوبين عليها العراقي جماعة ديال دار بوعزه، ياك اختي؟ هاد الناس اليوم صافي يعني كيف ما كنقولوا وصلت بهم الاعدام، خرجوا باش يحتجوا على الناس المسؤولين، لان الحاله اللي ولاو عايشين فيها صعيبه بزاف وما قدروش يتحملوها. عندهم مشكل ديال القادوس ديال الواد الحار، دخل عليهم حتى الديور ديالهم. للاسف الناس مخلصين الواجب ديال البنيه التحتيه باش انها تكون مزيانه باش ما يطيحوش في هاد المشاكل، لكن للاسف كيف ما كتشوفوا ها هو الوضع اليوم فين ولا. الناس ما بقاوش قادرين يصبروا، هادشي راه دخل عليهم حتى الديور. الناس راهم مجموعين اليوم بوليداتهم، خرجوا باش يقولوا لنا شنو واقع وبغاو حل، لانهم ما بقاوش قادرين يصبروا. السلام عليكم الحاجه، ها كاين الميكرو، عاودي لي الحاجه شنو واقع. ولا لا، شوفي هذه الحاله اللي حنا فيها، مخلصين 86 الف ريال ديال 86 اللي خلصتي. خلصنا 86، حنا اللي خلصنا ديري، واللي عندهم الكريدي عندهم 140 الف ريال زادوا عليهم. زادوا عليهم. دابا كيخلصوا تريتا، كيخلصوها من شهر 100 درهم ياك. وهاد الحاله بغاوها بحال هكا، نخلصوا القانون باش بغيتي تخلصي. شنو قالوا لك ديالاش هاد الفلوس؟ قالوا لنا الفلوس ديال هاد الشيء كله، ديال القانون، ديال المولود الحار، ديال يعني البنيه التحتيه غتكون على ما يرام كلها. زيدي شنو وقع؟ وانت اللي وقع، هو اللي وقع. ما درنا 3 سنين تلويدا، عادوا فايدين علينا. واش هذا حق ولا باطل؟ تكرفسوا المهمه، تكرفسنا. كاين اللي ساكن في 20 متر، ها هي المرأة داخلة على الدار تال دارها، ها هي مولات الحال وداخلة على الما تال دارها. المحصول ديال الناس ضاع عليهم، ديال الزرع عليهم كله ضاع عليهم. الناس مالين الزرع هما جايين، كل نهار جايين تيعايروا فينا، والريحة خانزة طالعة. تيجيو يتشكاو عندكم انتوما. تيجيو حنايا. حبسوا علينا الما، قالت داز ماين الطوموبيلات، ولادهم كانوا يقراوا حبسوهم، الطوموبيلات ديال القراية مابقاش كدوز. قالت لك ولادكم ما عندناش كنديروا لهم، الناس خرجوا وليداتهم من المدرسة. خرجوا من المدرسة لأن الترونسبور مابقاش قادر يدخل هنايا. مابقاش قادر يدوز هنايا. واخا الحاجة شنو اليوم بغيتي؟ شنو الطلب ديالك اليوم؟ الطلب ديالنا اختي صوبوا لنا هادشي اللي مخاسر، صوبوه لينا يعاودوه، وشوفوا الواد الزناقي ما صايبوهمش، خلصناهم وما جاصوهم ما والو. الإنارة العمومية ما كايناش. وهادشي اللي عطانا لازم شي وحدة تهضر. أجي شي وحدة أخرى؟ أجي أختي. صور هذيك اللقطة ما لحقتش تصورها، ما لقيتش أختي. صور هذيك اللقطة. واخا اختي. السلام عليكم. واجي هنايا اختي، انت من الساكنه. شنو هي المعاناه؟ كما كتشوفوا الناس راه ما لاقينش حتى طريق من الدور. شوفوا الحاله، واحد الرائحه راه ما نعاودش لكم كاريه. واخا اختي عاودي لي المعاناه ديالك. السلام عليكم. نعم اختي. السلام عليكم. انت في المباشر على قناه شوف تي في. بنتي لينا بغيتي تدوز وما لقيتيش من الدوز. سيمانه كاع وكثر، شي شهر كاع واقيلا. انتوما كتعانيو يعني انت عاك تدوز، انت عاك تدوز هذا يز يعني وعندك مشكل. جوج سيمانات وخطا. ميساج للمسؤولين شنو تبغي تقول لهم؟ صايبوا المقدم، المقدم هو المسؤول. شنو بغيتي منه؟ لا هاي صايبوا، صايبوا صايبوا هذا الشيء هذا. كرفسي الناس، كرفسي. واخا اختي قولي لي، الله يخليكم، قولي لي شنو المعاناه اللي كتعاني؟ اول حاجه حنا راه تضررنا بزاف من هذا المشكل. علاش؟ حيدا ولدي، حيدا ولدي. تضررنا حقاش هذا الريح قهرتنا في الديور، وعاد عندنا مستنقع راكد راكد يعني فات القانون ديالو. وهاد الناس كيجيو وعيطنا شكايات شفويه بالتليفونات، عينا ما كنعيطوا. على من كتعيط؟ كيجيو كنعيطوا لشركه ليديك. واخا عيطنا مسؤولين. مشيتي لبلاصه بلاصه بلاصه، مشيتي للجماعه. نعم. ياك مشيتوا تشكاو للجماعه، اشنو قالوا لكم الجماعه؟ عيطوا شكايه، عيطوا للناس اللي مقابلين، يعني شكون صحاب ليديك؟ هما اللي صايبوا المشكل ديالهم. واخا اتصلتوا بليديك اشنو قالوا لكم؟ كيجيو كيجيو كيطلوا وكيمشيو، يعني واحد كيلحق لواحد، يعني بحال بالون كيلعبوا به. ما داروا معكم حتى حل. ما داروا حتى شي حل. قايد جاب راسو هنا. وحنا يعني عندنا بزاف، يعني هادشي راه بزاف. تكرفصتوا. تكرفصنا، وحنا مأدين الواجب ديالنا، حتى هما يديروا خدمتهم معانا. حنا كناشدوا المسؤول والمدير ديال ليدي كيجي بعينيه حتى هو يشوف هادشي واش يقدر يعيش هنايا. لا قدر يعيش. ممكن تفضلي معنا ليدي باش تشوفي الزراعي ديال الناس؟ زايد هاد المستنقع راه
تاثر على المحصول الزراعي ديال هاد الارض اللي تحت منا، والما وصل حتى لولاد احمد، يعني راه زاد واحد المسافه كتجاوز تقريبا واحد 3 كيلومتر من هنا للدوار لتحت، يعني حتى داك الناس داكشي اللي زارعين الناس هو مشى مشى تاثر، وليداتنا تاثروا، هادشي راه بزاف اثر علينا. ها شوفوا ها المره، شوف المره اش كيعاني، وكيوصلوا كيوقفوا كيدوزوا شويه وكيطوشوا علينا. هذاك الشيء نقولوا بعض المصطلح ديال العربيه، كيطوشوا علينا الخنز، سمعتيني؟ هادشي اللي نقدروا نقولوا. حتى هادشي داخل عليك حتى للدار بزاف، داخل حتى حوالي الماء كيطلع لينا في الكوزينه، كيطلع لينا الماء في الكوزينه في لافابوات. هادشي راه بزاف، ولادنا ما بقاوش كيلقاو فين يلعبوا. واخا شنو الرساله ديالك اختي؟ رسالتنا اللهم ان هذا منكر، هادشي اللي نقدروا نقولوا. رساله جماعيه هذه، هذا واحد ديالنا حنا يمشي وحدو، خاصو يجي يدير خدمته. واخا حتى السيده الميك. وشكرا لك اختي. السلام عليكم. انتم سيدي كتشوفوا هذه الحاله، هذه شحال وحنايا كنهضروا عليها. جا سعاده القيد، جا المقدم، كل واحد تيلو حك البلاصه، داو قال لنا ديروا الشكايه مكتوبه، كتبنا وعطيناهم لي كارت ديالنا، وما داروا معنا حتى شي حلقه لنا من 3 ايام، وغادي نجيو نقضيو لكم هذا الغرض هذا. واليومين هذا احنا باقي متاثرين بهذا الشيء هذا، وليداتنا مكرفسين، حنا مكرفسين، داكشي ترجع لينا في المراحل لداخل في ديورنا. كاينين الناس عندنا مراض، كاينين الناس مسنين، كاينين الناس فيهم حساسيه، مكرفسين بزاف. ولهذا اختي اجي معايا الله يجازيك بخير. مشاهدي قناة يوسف تي في، هاد الناس ديال دوار خديش راه كيعيشوا مأساة حقيقية مع هاد الرائحة، راه الريحة ما نعاودش ليكم، ما فيها ما يتشم لا قوة إلا بالله، اللي راه هي الضيقة والأمراض. شوفي معايا، شوفي معايا المحصول الزراعي، هاد الناس مساكن كيترزقوا غير من هاد الضيعة هادي، عايشين من هنا يعني عايشين من هادو. وشوفي الماء المهود، شوفي الماء تاع المهود، شوفي شحال ديال الكيلومتر ضارب، الناس داروا باش يحبسوا الماء ما يدخلش لهم لديورهم. هما صبروا صبروا في زرعهم، ولكن داكشي وصل لهم حتى للدار. كل مره كيطلعوا لينا حنايا بحال حنايا اللي دايرين هذا الشيء، كيجيو لعندكم نتوما، كيجيو عندنا حنا تيقولوا لينا حبسوا معكم ولا شوفوا اشنو ديروا. حنا سعاده القيد جا المقدم كيجي يومين كيشوف هذا الشيء. واخا اختي شنو شنو الميساج ديالك اختي؟ شنو الميساج ديالك؟ رساله جماعيه هذه، ماشي رسالتي انا بوحدي. من كتبغي توجهيها؟ قلتي المسؤولين، المسؤولين ديال اللي على هذا الشيء نهارو فاش جاوا وعدوا لنا بان غادي تكون، ما غادي يكون الضو، غادي يكون هذا مع تشكيل ديال البنيه التحتيه مناسبه ياك؟ نعم. غتكون بنيه تحتيه مقاده، هذا الشيء اللي قالوا لي. يعني هي غير ماشي ماشي تشدت الشتا مثلا 15 يوم ولا 20 يوم باش باش دارت هذا الفيضان هذا كامل. يعني غير 3 ايام ولا 4 ايام ديال الشتا بينات العيب ديال هذه البنيه هذه. يعني انها راه ما مخدوماش. السلام عليكم. إذا مشاهدي قناة شوف تي في، كيف ما شفتوا الحالة ديال ساكنة دوار خديش هي هادي صعيبة بزاف. كنتمنى كنتمنى لأن الناس راهم عياو وما بقاوش قادرين يصبروا، خرجوا من ديورهم لأن الديور راه فيهم الريحة خايبة. يعني هادشي اللي كتشوفوا نتوما هنا على برا راه داخل الديور عند الناس. فكنتمنى من المسؤولين ومن الناس اللي في يدهم انهم يقوموا بالواجب ديالهم. هاد الناس ما طالبين حتى شي حاجه، فقط طالبين انكم ديروا خدمتكم باش كل واحد يعيش بسلام. على دارهم انت الناس الناس داروا رصيف، داروا رصيف قبل باش ما يجيش من الماء الدار. اذا فقط ما هاد الناس ما طالبين شي حاجه كثيره، فقط طالبين منكم انكم ديروا الخدمه ديالكم كما يجب. فكنتمنى الرساله ديال هاد الناس توصل ويكون تكون ردات فعل من عند المسؤولين، سواء الجماعه سواء الشركه اللي مسؤوله على هاد المشكل اللي وقع. فحشومه وعيب اننا نخليو ناس، يعني احنا مسلمين حشومة نخليهم عايشين في هاد الحاله. جيو قادوا الناس الوضع ديالهم، جيو شوفوا المشكل اللي عند الناس، انكم راكم مخلصين، راكم واخدين الواجب ديالكم، فديروا خدمتكم. الانسان ملي كياخذ حقه خصو يدير الواجب اللي عليه. كنتمنى اختي الميساج ديالكم يوصل ان شاء الله. شكرا اختي. اقل بعد الجماعه دخلينا في هذا الشيء، المشكل النص ديال المشكل دارتوا لينا الجماعه، النص ديال المشكل دارتوا لينا احنا الجماعه، الجماعه هي اللي خوات لينا هاد التراب هادو، التراب هذا التراب كامل هذا اللي من هنايا. ولكن راه ملي كتكون الشتا، ملي كتكون الشتا هاد الماء ديال الشتا فين غيمشي؟ هاد المتنفس هذا اللي كاين هنايا راه حنا اللي درناه، جبنا التراكس ودرنا داك المتنفس، كل ما درناش هذيك البلاصه وهاد البلاصه واحد شويه هنايا، يعني حنا كنخدموا بلاصه الجماعه.
الجماعه كاع. اشنو هو الدور ديال الجماعه؟ دير حشره طيح حسك بنادم ما يطيحش. حنا من عندك بنادم ما يطيحش. واش الجماعه على الاقل بعد الجماعه شوف شنو بنادم دابا ملي كطيح واحد شويه ديال الشتا بنادم كيغرق هنايا الطوموبيل كيغرق. ولا تا شي واحد براني غادي يطيح. غارق. اذا مشاهدي قناه شوف تي في كنتمنى المسؤولين يديروا الواجب ديالهم ويكون فقط قناه شوف تي في فقط ك يعني كقناه اعلاميه كتوصل الميساج ديال الناس. وكنتمنى كيف ما حنا جينا ودرنا الواجب ديالنا الاعلامي فكنتمنى من المسؤولين يجيو ويديروا خدمتهم. هذا واجب ديالهم، هذه خدمتهم، فما غاديش حنا نقولوا لهم الله يرحم الوالدين ولا. فقط نتوما مطالبين باش تجيو ديروا الخدمه ديالكم. شكرا لكم بزاف مشاهدي قناه شوف تي في، كنودعكم في امان الله ونلقاكم في مباشر اخر ان شاء الله.